السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار عن الخضر ونادي روما الإيطالي وأمور أخرى لها صلة بمشواره الرياضي، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عوار للإعلام الإيطالي بعد نهاية مباراة فريقه في فوز فريقه روما أمام المضيف نادي كالياري. فقال عوار عن اتخاذ قرار تمثيل الخضر: أردت أن ألعب للجزائر لأنني أؤمن أنها تملك منتخبا عظيما مع لاعبين رائعين مثل محرز وبن رحمن. نحن سعداء باللعب معا وأن نكون قادرين على القيام بأشياء عظيمة لمصلحة الجزائر. وبخصوص مركز اللاعب الذي يفضله، قال الجزائري حسام عوار: أنا لاعب جماعي، أحب اللعب سواء في الخط الأمامي أو خلفه في مركز الوسط. ويذكر أن حسام عوار التحق اليوم بتربص المنتخب الوطني الجزائري، وهذا تحضيرا لودياتي الرأس الأخضر ومصر. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.